القطاعات وتدريب الطلاب وتزكية أنفسهم عشان يقدموا خدمة مجتمعية طبعا مع شفاه مجانية في أثناء الاشتراك مع أساتذتهم طبعا ديت خطوات أساسية بنحرص عليها في قطاع خدمة المجتمع، لأن في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة احنا بننظر للبيئة ليس كما نظر إليها قانون البيئة. قانون البيئة بينظر للبيئة المادية المحيطة بالإنسان، احنا بننظر للإنسان ذاته وبيئته، فلابد تكون له بيئة ثقافية جيدة، بيئة اجتماعية جيدة، تكون له أيضا وسائل التواصل والحوار مع الآخرين حتى يستطيع أن يتعايش مع الآخرين. فقطاع خدمة المجتمع من خلال الندوات والورش العمل ومن خلال اللقاءات اللي بنحرص على ذلك، بالإضافة إلى أن احنا عندنا طبعا تواصل عام مع المجتمع في تقديم الخدمات، وبعضها بناخد معنا طلبة خارج إطار الجامعة سواء من طب أو من صيدلة أو من كليات الآداب أو بعض الكليات دي، بناخدهم معنا عشان ننمى عندهم روح العطاء وخدمة المجتمع وهم شباب، لأن الشباب هم صناع المستقبل ولابد يتعود من البداية على العطاء قبل الأخذ. دكتور الرحمن، من في سبيل رفع الوعي الخاص بشباب المجتمع وتحديدا المجتمع المنوفي في هذه الفترة، بتجد هناك سلسلة من الندوات التوعوية والثقافية الهامة، كيفية اختيار موضوعات هذه الندوات يا فندم في ظل التحديات والمشكلات القائمة أو الآنية بالفعل؟ احنا طبعا بنختار في البداية الشخص اللي هيتكلم مع الطلبة، لأن احنا يهمنا الجامعة بتاع كل الناس وبتاع كل الاتجاهات، احنا يهمنا واحد يكون موضوعي ليس له توجه إلا مصر. فبنختار الشخص الأول اللي هيتكلم مع الطلاب في المناسبات المتعددة، سواء مثلا احنا الشهر ده طبعا شهر الانتصارات شهر اكتوبر، فاحنا طبعا بنقوم بندوات بيكون الحاضر فيها رجل من القوات المسلحه او من اساتذه التاريخ، ويكون حاضر حرب اكتوبر لو كان من القوات المسلحه، عشان ينقل للطلبه يعني ايه اللي تم ويعرفهم قيمه بلدهم، لان في اتجاه تاني غالب ومؤثر عاوز يعمل نوع من التحلل رباط الانتماء اللي بين الشباب وبين بلده عن طريق تصدير العديد من المشكلات بعضها بيبالغ فيه وما بيتكلمش ابدا عن ايجابيات ممكن تكون موجوده، لكن النظره المعتدله بتحتاج ان انت تعظم الايجابيات وتظهر السلبيات واليات تجنبها.